السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ضياء عبد الله. اليوم راح ناخذ أساسيات مشان وصف الصورة. طبعا وصف الصورة هي هو إيمانه هالفيلم الرعب، يعني ما بده شيء، بس عبارة عن تحكي كم كلمة وخالصين. يعني الامتحان سهل، يعني ما له بصعوبة، هي ما بدك خو كتير. المهم إنك تحكي شيء خفيف وصح قواعديا نوعا ما. ها، عندك مثلا الصورة، في عنا شغلات أساسية عن الصورة لازم تحكي عنها باستعانة بشغلات تانية. مثلا اول جمله فيك تحكيها of them build this. مثلا هاي الجمله بتستعملها للشخص اللي بتجي عينك عليه اول نظره، انه شاغل الصوره كلها. تمام، مثلا في زلمه واقف هون بالنص هيك مبين، بتقول of them build this einen Mann. تمام، عندنا هالاطارات هي في المقدمه اسمها ايم Vordergrund، في الخلفية اسمها im Hintergrund، جانب الأيمن rechts im Bild، جانب الأيسر links im Bild، في المركز in der Mitte des Bildes. تمام، حاول تجيب سيرة المناطق بالاستعانة مع الأفعال والشيء اللي بتشوفه. حاول تغير، ما دائما تقول زيش. مثلا auf dem Foto auf dem Bild sehe ich einen Mann. هون مثلا في الجانب الايسر في طفل هون، شو بتقول؟ بتقول rechts im Bild sieht man ein Kind. غيرت، ما قلت sehe ich، sieht man، الواحد بيشوف طفل. تمام، مثلا هون في مرة links im Bild kann man eine Frau sehen. في هون صوفايا مثلا im Vordergrund gibt es أو befindet sich ein Sofa، يعني يوجد صوفايا. في الخلفية im Hintergrund kann مثلا في مباني kann Gebäude gesehen werden. هون عندك passiv مع modal verb، فضي التركيب لسه ما اخذنا الباسي مع مدافر، بس يعني يمكن ان يرى. im Hintergrund kann الشغله اللي تشوفها تنشاف، gebäude ابنيه، im Hintergrund kann gebäude gesehen werden. تمام، في الخلفيه مو دائما بس يعني بشكل عام، مثال يعني في الخلفيه يمكن ان يرى. اذا حاول تحكي عن هالمناطق هي شو بتشوف فيها بالاستعانة بهالأفعال هي، تبدل مو دايما زيش، زيت مان، كان مان زيهن، جيبت اس، بيفندت زيش، كان جزين فيرن. تمام؟ وبعدين بتشرح لما بتحكي عن الواحد، بتحكي عنه عن عمره، مواصفاته، عمره، ولا نحيف ولا سمين، شو لابس، وشو عم يعمل، وليش هيك عم يعمل، هذيل بعدين بالدروس الجاي. بالاستعانة مثلا ايش كلاوبي، اعتقدوا، ايش دينكي، اعتقدوا مثلا واشايليش، ربما، واشايليش ربما، فيرموتليش. تمام، احفظ لي هالاساسيات لحتى بكره ان شاء الله الدرس الجاي بشرح صوره باستعانه بدون. بشوفكم خير الدرس الجاي، سلام. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.